مرحبا مرحبا يا ابو الله. اهلا وسهلا. زي الحال. الحمد لله. اخبارك؟ الله يبارك فيك. كيف صحتك؟ الله يخليك. الحمد لله. الحمد لله. الله تفضل تفضل يا ابني. تفضل الله يخليك. تفضل. الله يخليك. تفضل. اقعد. ايوه نعم نعم. اقعد اقعد. ها؟ الله يقعد اقعد. الله يبارك. الحمد لله. الحمد لله. اخبارك؟ الحمد لله. كيف صحتك؟ ماشي الحال. الحمد لله. ما شاء الله الحلقة الأخيرة. ايوه نعم لله خير. أنت متابع الظاهر عليك؟ لا لا خلاص. ما متابع. ما عندي معلومة نهائية. كيف أخبارك؟ تمام؟ الحمد لله. أنا كباشي حسين كباشي. يا مرحبا والله. كباشي حسين كباشي عبد القادر عبد الرحمن محمد حسين عبد الله. نحن أصلاً يعني نحن أصلاً يعني من الرديف يعني نحن أصلاً رديف من الرديف. وأصل أمنا فاطمة بنت حسين بنت عبد القادر. إحنا بأمي قادراب وأبوي خوجلاب. خوجلاب. وهنا خيلنا عجلاب. إحنا أصلاً كلنا في النهاية قبيلة واحدة يعني قبيلة. متماسكه. الحمد لله. الله يخليك. اخبارك؟ نعم نعم. واصلا احنا شنو احنا اصلا يعني من كنا زمان في الرديف كان بيوتنا كان بور الرديف كده. احنا كنا اصلا بور الرديف. ايوه. فقمنا جينا راجعين من الرديف كده خشينا سكننا في الرديف جوا جنب السوق. يا ابني بالراحه اقعد في الكرسي وبالراحه فهمني انت مالك وداير شنو بالراحه. اقعد اقعد. انا ما قاعد في الكرسي. انا قاعد. لا اقعد تقعد زي الناس. اقعد كويس. الناس انت يعني معلش طالع فوق في هنا. اي اخي ما كان فيكم هنا. بالراحه بالراحه. الله يخليك. بالراحه. شوف يا حاجه. اي اي واحده 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 واحده. أنا اسمي كباشي حسين كباشي. كويس. كويس معك؟ كويس. لحد هنا كويس. أها. أصلاً نحن أصلاً خجلاء بالأم وقادراء بالأب. كويس. وأصلاً عمنا كان. يا ابني يا ابني أنت مالك وداير شنو موضوعك شنو أنت في شنو؟ ها؟ مالك أنت؟ ما شاء الله بنتكم كويسين؟ الحمد لله. الحمد لله. أنت حاجة ما سامعني كويس ولا لا؟ لا سامعك سامعك بس أنت بتتكلم سريع وأنا ما بقدر أفهم لما تزول تتكلم معي سريع. أنت حاجة ما بقدر أتكلم واحدة 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 واحدة. أي أنا كباشي حسين كباشي. كويس عرفنا دي. من مواليد مدينة الرديف. نعم مرج الجدي. يا سلام زين. غص غص. لا أنا عقرب. عقرب. أي عقرب. أي عقرب يا والله شكلك ده ما غيب. قلت عقرب. عقرب. والله ما أنت كاشي نيزو برجو على حسب زوجه. صح. الحمد لله. صح. شفت كيف يا حاج يا عم عقرب. ممكن تحضر شغل الحلقة الأخيرة عادي بعدين أصلا. طيب 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 يا ابني يا ابني يا ابني. نعم. بالراحة بالراحة. الحمد لله. بالراحة. عن إذنك بس دقايق دقايق. مش فين؟ دقايق جايك. مش فين؟ ما خليني مرايق. لا جايين جايين. ما خليني مرايق. ما تخاف ما تخاف ما في حاجة ما تخاف ما تخاف. ما انت ممكن يقول دقايق. لا لا ما في كلاب ما عندك كلاب ولا كدايس. بس ثواني بس انا جايك. تفضل حاج تفضل. ثواني بس. انت عارف ان احنا اصلا انا اصلا حسين عبد الله هنا. ايه ايه ابوي مالك خليته وراه وين 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 يا اخي. ده ما بني ادم ده عباره عن مجموعه من الاذاعات الولائيه والمحليه. بدل ما بيسكت. ايوه والله يا ابوي كباشي اذاعه واحده وداخليه. والله يا ابوي طيب طيبه والله مهذب ومحترم والتكتح ما عنده يا ابوي. اهله طيبين ومحترمين. وابو ميت ابو ميت يذكر عليا. اها وتكتحوا ما عندهم. لكن ما حط الله يا ابوي خير من عدمه. انا قلت انا العريس واحنا نتشايل معاه العريس ده. ما في مشكله. ما في مشكله ما في مشكله. حاضر بشايل معاه. يا ابوي ما تقول حاجه. لا ما حقول اي حاجه انا والله. وانا قادر اقول حاجه. انا ما بنتك يا ابوي. اي بنتك. اي والله هسه قعدتني ما في قلبك بقت يعني. والله مصاريني. ما كتبت عليك. والله كترت. اي عشان كده. امشي لو امشي لو. بمشي. امشي لو. اي ابوي ابوي اخيرا انا انشال بصر حدي. ابوي انا ما لابسه طرحه. انت ما تقول لي يعني اسر شعري كيف يعني 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 انت المفروض تعذرني لانه انا متكبكبه لانه اول مره اختبوني. خلاص انا بمشي. ابوي الطرحه دي احسن اخد الفها كده ولا لا؟ انا زيتي قلت كده. عارف يا وين لي 6 شهور بعمل في البروفه ابوي ولا ساعه ما البسها ولا ثانيه ولا دقيقه. امشي لو يا اخي امشي لو. سامح امشي لو. اي خلاص. ها كباشي المصريين بينادوك. كباشي السودانيين بينادوك. السلام عليكم يا ابني. ده من حور السودان ده. اهلا اهلا. تفضل تفضل في الكرسي. مرحبا. كيف حالك؟ الله يخليك. تفضل في الكرسي. كنت انا قدام تنزل؟
من قلت المصريين هذولي؟ وانا اتاخرت انا عرفت الجيت عشان شنو قمت بسويت العصير لا مسخن قمت قلت اخده في النار حبه عشان عنزينكم عنزينكم دقائق بس تفضل يا شاب تفضل يا شاب تفضل دقائق ها قال لما نحن نزرع اخوك ده دقيقه بس احسن ذاته يا ابوي اها شوف اللوضه بس نحن نغير لونها اها يلا احنا نقوم اللوضه خلاها زي ما هي البنات ناخد فيها السريرين والسفره وسته كراسي عشان اصلا مالو